هنعمل دلوقتي بقى مشروب ظريف جدا في الخلاط. هنعمل عصير المانجا بالافوكادو. ايه بقى قصته؟ بصوا، انا معايا كوبايه من المانجا متقطعه مكعبات، تمام؟ هنحتاج معاها نص كوبايه من الافوكادو المتقطع مكعبات، نص كوبايه يعني تقريبا هنحتاج واحده افوكادو كامله، تمام؟ متقطعه برضو، او احنا كده كده هنحطها في الخلاط مفيش مشكله. معانا كوبايتين من اللبن الحليب وعسل ابيض علشان يبقى طعمه حلو حسب الرغبه بقى. انا هحط معلقتين كبار من العسل الابيض بس كده. وصفه سهله جدا جدا جدا، وكلها هتبقى في الخلاط ان شاء الله. بشرشق الخلاط، هنحط المانجا اهو اول حاجه، كوبايه مانجا حلوه كده. حاضر يا استاذه سمر. كده انا حطيت المانجا، هنحط بقى الافوكادو. خلينا نقطعه عشان نسهل على الخلاط، عشان انتوا عارفين الخلاط ده برضو ايه يعني. يلا مش عايزين نزعله بس عشان يضرب معانا كده اهو. قطعت واحده افوكادو كده كامله بس كده اهو. وهنحط العسل، معلقتين كده كبار من العسل الابيض بس كده، شكرا. واللبن بس. هنضرب الكلام ده كله كده في الخلاط ويعمل لنا مشروب لذيذ جدا، المانجا بالافوكادو. يلا بسم الله. الافوكادو طبعا هيدي قوام حلو قوي للعصير. لو ما عندكيش الله الريحه، الله ريحتها جميله. لو ما عندكيش افوكادو او ما بتشتريهوش، مش بتحبيه، اي حاجه من الكلام ده كله، ممكن تحطي موز، هيبقى حلو جدا جدا بس كده. مشروب ظريف قوي وسهل قوي، طعمه لذيذ بالهنا والشفا، وريحته مش قادره اقول لكم التحفه قد ايه. وزي ما اتفقنا نقدر نستبدله ونستبدل الافوكادو بالموز، هيبقى حلو قوي قوي برده. جربوه ان شاء الله يعجبكم. واحنا عاملين اكتر من طبق اهو، اكتر قصدي من كوبايه فيها شرايح من المانجا. جربوها وبالهنا والشفا.